بتاريخ هذا اليوم 4 فيفري 24 و2000 انطلقت فعاليات يوم الاقتراع للدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية بولاية تطاوين، وذلك بعدد أربع مجالس محلية لعدد أربع معتمديات: رمادة، بن مهيرة، سمار وتطاوين الشمالية. نحن الآن في مركز الاقتراع مدرسة الابتدائية بن بلال في إحدى قرى ولاية تطاوين من معتمدية تطاوين الشمالية. جرت الأمور في ظروف طيبة، لم يحصل أن تم نسيان أي مادة من المواد الانتخابية، وبالتالي لوجستيا نعلن نجاح العملية، يعني نجاح كاملا في البداية. نأمل أن يتواصل هذا النجاح طيلة هذا اليوم، وذلك بإقبال الناخبين الذي نروم أن يكون كثيفا في هذه الدورة الثانية. كما تشهدون يعني توزع رئيس وعضوي الهيئة الفرعية للانتخابات بتطاوين على الدوائر الانتخابية السبع وعلى مراكزها الستة عشر، يناصرون أو يعززون ويؤازرون يعني رؤساء المراكز ورؤساء المكاتب والأعضاء، يشدون على أيديهم للتمسك بالإجراءات وبتوخي المرونة في بعض الحالات لمن يستوجبون وضعيات مثل ذلك. نحثهم على يعني مرافقة الناخب بلين وبكل حيادية وبكل حرفية. هذا ما تقوم به الهيئة الفرعية هذا الصباح وإلى نهاية هذا اليوم، ونأمل أن نتحصل على محاضر فرز يعني جيدة في محتواها وسليمة في معطياتها التي نستند إليها لتثبيت نتائج المترشحين في هذه الانتخابات. الحملة الانتخابية للدورة الثانية يعني مرت بكل مرونة وبكل يعني سلاسة، ولم يحصل أن ثبت لدينا تسجيل أي مخالفة لا طفيفة ولا ذات بال. انطلقت أشغال قاعة العمليات الجهوية منذ الساعة السادسة صباحا، وذلك بتفقد حضور سادة وسيدات رؤساء مراكز الاقتراع ورؤساء المكاتب والأعضاء. عملية استلام المواد الانتخابية أو الصناديق من بين يعني رؤساء المراكز ورؤساء المكاتب، تفقد المواد، قلت لم يحصل أن افتقد أي من رؤساء المكاتب أي من المواد الانتخابية، لا الحساسة ولا غير الحساسة، كل المواد موجودة بصندوق الاقتراع. كذلك قاعة العمليات يعني عملية تواصل كامل مع السادة رؤساء المراكز والمكاتب في كل كبيرة وكل صغيرة، ونقل جميع الإشكاليات التي ربما قد تقع، وكذلك الإعلام بكل طارئ ورد على الاستفسارات التي قد تأتي من هذا الرئيس أو من ذلك. وبالتالي قاعة العمليات في خدمة السادة رؤساء المراكز والسادة رؤساء والسيدات رؤساء المكاتب، اللي عنده أي إشكال يتصل مباشرة بقاعة ووراءها معناها جملة من المستشارين القانونيين ومن الذين يتحملوا المسؤولين للرد على كل سؤال.